تتواصل عمليات الربط بشبكة الغاز الطبيعي عبر عدد من مشات بوحمام على غرار المجمع السكني أولاد فلوس، فيما تم رفع التجميد عن مشروع تزويد بوحمام القديمة بغاز المدينة على أمل الشروع في أشغال الحفر قريبا. مادام ديس رفع التجميد انطلب سي السلطات سي الوالي دخلن غنزر بنسل الغاز شني منطقه بارده مشروع سي لاباس غندوموندا، ولكن غنشني نتراجع كل سكواس يجبد سكواس. ما يميز منطقة بوحمام هو احتضانها لأعلى قمة بالشمال الجزائري، ما يعني أن فصل الشتاء بها يكون شديد البرودة. مشروع تزويد مشروع ولاد علي بن فلوس بغاز المدينة مسجل في إطار برنامج الصندوق الوطني للتضامن والضمان لفسي سيال، يسمح بتزويد أكثر من 967 مسكن، والمشروع مجزء إلى أربعة أجزاء. الحصة الأولى والثانية انطلق المقاول في إنجاز دعوة، أما الحصة الثالثة والرابعة ستنطلق الأشغال في أسرع وقت ممكن في هذا الإطار، وسيتم تزويد سكان ولاد سيموسة وجبارة في لاحقا إن شاء الله. أما بالنسبة للتجمعات السكانية الأخرى منها بوزوام ولاد مريم والتجمع السكاني في بوحمام القديم، العملية كانت مسجلة شملتها عملية تجميد، غير أنه بفضل تدخل السيد الوالي وهو مشكور على ذلك قام برفع التجميد. رغم المجهود الطيب إلا أن السلطات المحلية لبوحمامة تواجه تحديات كبيرة لتحسين الإطار المعيشي لساكنة المناطق الجبلية.